السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم مالك. اليوم غنحضر معكم شلاضة أو مقبلة كنرفقوا بها الأطباق ديالنا باللوبيا الخضراء. كما كتشوفوا غنحتاجوا فيها شوية ديال الملح حسب الذوق، زيت الزيتون، ممكن نديرو زيت المائدة إلا ما توفرناش على زيت الزيتون، شوية ديال البزار وسكنجبير، التحميرة، الكمون، واحد المعلقة كبيرة مخلطة قزبر ومعدنوس، وشوية ديال الثومة وواحد نص حامضة. أول حاجة غنديرو شوية ديال الماء في الإناء اللي غنطبخو فيه اللوبيا ديالنا، غنضيفو عليه الملح حسب الذوق، غادي نديرو حتى يغلى فوق البوطة عادة باش غنضيفو عليه اللوبيا ديالنا. دابا بعد ما غلى الماء ديالنا كما كتشوفو لحنا فيه اللوبيا، وغادي نضيفو قطرات ديال عصير الحامض، واحد طريف ديال الحامض باش كنحافظوا على اللون ديالها ما كتاكسد ليناش. نخليوها طيب تقريبا واحد الربع ساعه حتى كطيب مزيان. دابا على ما تنضج لنا اللوبيا ديالنا دوزنا نديرو التتبيله اللي غادي نشحروها فيها المقادير اللي ذكرنا سابقا. كما شفتوا هنا ما درناش الملح لان ديجا حنا سلقنا اللوبيا بالملح. نديرو غير التوابل مع الزيت والثومه والقزبر والمعدنوس، ونديهم فوق النار، ونضيف واحد شويه ديال الماء باش ما تحرق ليش التتبيله. نخليها تشحر مزيان فوق النار حتى تبقى غير القطره ديال الزيت وتبخر الماء اللي فيها، وطيب لي الثومه والقزبر والمعدنوس. كنستمر في التحرك ديالها مزيان باش ما تحرق ليش من الجوانب، وفي نفس الوقت راه اللوبيا كتسلق. دابا بعد ما تسلقات اللوبيا ديالي صبحت على هذا الشكل، هذا قطرتها من الماء مزيان، غادي نضيفها فوق الشرميله ديالي اللي راه تشحرات، ونبقى كنحرك فيها حتى تلبس كلها بالتوابل باش كتلذذ. شربنا ديك اللقامة مزيان. بعد ما تشحرات لينا كنضيف واحد العصيره ديال الحامض، كيجي معها زوين كيواتيها الحامض، اللي ما كيبغيش الحامض ما يضيفوش. بالنسبة للتزيين درت حلقات ديال البصل مشحرين مبسوطين في شوية ديال الزبدة وشوية ديال الخس والطماطم، التزيين كيبقى حسب الاختيار. وهذا هو الشكل النهائي ديال المقبلة ديالنا أو السلطة اللي كنرفقوا بها الأطباق ديالنا. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وبالصحة والراحة إلى وصفة أخرى إن شاء الله. ما تنسوش دعم قناتي وشكرا.